السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. امتحان الفصل الأول للغة العربية النموذج رقم 3. السند: خرج هشام من المدرسة عائدا إلى المنزل، وبينما هو يسير صادف شيخا رث الثياب جالسا مطأطئ الرأس حزينا. اقترب منه هاشم ليطمئن عليه ويسأله عن حاله، فرآه مصفر الوجه ويداه ترتعشان من شدة البرد، فأخبره الشيخ أنه كان ميسور الحال، غير أن المرض ألم به بعدما سافر أبناؤه واحدا تلو الآخر إلى بلاد بعيدة، فأصبح طريح الفراش وحيدا لا يقوى على كسب الرزق. شعر هاشم بحزن شديد وأشفق على الشيخ المسكين، فقرر أن يأخذه معه إلى المنزل لعل عائلته تقدم له يد المساعدة. الأسئلة: البناء الفكري. ألف: ضع عنوانا مناسبا للسند. النص كله يتحدث عن الشيخ المسكين، وأكتب الشيخ المسكين. ب: ماذا رأى هاشم عندما كان عائدا إلى المنزل؟ نعود إلى النص. لاحظوا هنا: خرج هاشم من المدرسة عائدا إلى المنزل، وبينما هو يسير صادف شيخا رث الثياب جالسا مطأطئ الرأس حزينا. إذن نكتب الجواب كاملا: عندما كان هاشم عائدا إلى المنزل، رأى شيخا رث الثياب جالسا مطأطئ الرأس حزينا. جيم: هات مرادف الكلمتين التاليتين: أحس، شاحبة. نعود دائما إلى النص ونبحث. شعر هي مرادف كلمة أحس، أكتب شعر. شاحبة، نقول شاحب الوجه هنا مصفر الوجه، إذن مصفر هي مرادف كلمة شاحبة. دال: اشرح كلمة صادفة. لاحظوا الفرق بين جيم ودال، هنا طلب مني مرادف الكلمتين، أما هنا طلب مني شرح كلمة صادفة. إذن صادفة شرحها هي التقى من غير موعد. إذن يمكن للقاء أن يكون بموعد أو بغير موعد، فاللقاء من غير موعد نقول عنه مصادفة أو صادفة. ثانيا، البناء اللغوي. استخرج من النص. هذا السؤال يتكرر في كل الامتحانات، إذن ماذا طلب مني هنا؟ طلب مني استخراج حرف جر، فعل ماض، صفة، فعل متعدي، وفعل لازم. حروف الجر معروفة، أبدأ من بداية النص وأبحث عن حروف الجر. مينا هي حرف جر، إلى هي أيضا حرف جر، إذن أختار واحدة وأكتبها في النص ولتكن إلى. فعل ماضي، لاحظوا هنا من بداية النص يوجد فعل ماضي، أكتب خرج. صفة، أبحث عن صفة، بلاد بعيدة، بعيدة هي صفة، أيضا حزن شديد صفة، أيضا يوجد أيضا المسكين هنا هي صفة، أكتب واحدة منها ولتكن مثلا بعيدة. كيف تعرفت عليها بأنها صفة؟ لاحظوا أن الصفة تتبع الموصوف أو الكلمة التي قبلها في كل شيء، هنا نكرة نكرة، مؤنث مؤنث، مفرد مفرد، مجرور مجرور، هنا أيضا هذه الكلمة أيضا هي صفة. لماذا هي صفة؟ لأنها تبعت الموصوف في كل شيء، أو الكلمة التي قبلها هنا حزن، لاحظوا حزن مفرد، شديد مفرد، حزن نكرة، شديد نكرة، حزن مجرور، شديد مجرور، حزن مذكر، شديد مذكر. هذه الكلمة أيضا المسكين هي صفة. لماذا؟ لاحظوا أنها تبعت الكلمة التي قبلها في كل شيء، معرفة معرفة، مذكر مذكر، مفرد مفرد، مجرور مجرور، إلى آخره. إذن الصفة تتبع الموصوف في كل شيء. الآن نستخرج فعل متعدي. الفعل المتعدي هو فعل يتعدى الفاعل إلى مفعول به، يعني أنه يحتاج إلى مفعول به. مثلا كتب الولد الدرس، كتب هو فعل متعدي لأنه تعدى الفاعل الولد
إلى مفعول به والذي هو هنا الدرس. نبحث هنا في النص عن فعل متعدي. لدينا هنا تقدم هو فعل متعدي، لماذا؟ لأنه تعدى الفاعل إلى مفعول به، المفعول به هنا يدا، إذن هو فعل متعدي. وأكتبه في الجدول، تقدم أكتبه كما كتب في النص. تقدم هو في زمن المضارع، ماضيه هو قدم. كيف أتحقق من أنه فعلا متعديا؟ أضيف له إما هو أو ها أو ك. إذا كان المعنى سليما وصحيحا، إذن هو فعلا متعديا. نقول مثلا تقدمه، إذن المعنى سليم، إذن هو متعدي. تقدمه، تقدمها، تقدمك، إذن هو فعل متعدي. لاحظوا هنا لدينا فعلا آخرا متعديا، أخبر، أخبره. لاحظوا أنه هذه هي بمثابة المفعول به، لهذا هو فعل متعدي. الآن نبحث عن فعل لازم. الفعل اللازم هو كل فعل يلزم الفاعل ولا يتعدى إلى مفعول به، إذن هو لا يحتاج إلى مفعول به ويكتفي بفاعله فقط. لاحظوا هنا الفعل خرج هو فعل لازم يلزم فاعله، لا يحتاج إلى مفعول به. لو طبقنا عليه القاعدة التي قلناها قبل قليل، أضيف له هو أو ها أو ك، أقول خرجه، ليس لها معنى، أو خرجك أو خرجها. عند إضافة هو ها ك يجب أن أحتفظ بالفعل كما هو، لا أقوم بتغييره كما هو. خرج أضيف له هو أو ها أو ك، خرجه، لا يوجد شيء اسمه خرجه أو خرجك أو خرجها، إذن هو فعل لازم. أيضا لاحظوا هنا اقترب، لا أستطيع القول اقتربه أو اقتربها أو اقتربك، إذن هو فعل لازم. أيضا لاحظوا هذا الفعل شعر، شعر أيضا، لا أستطيع القول شعره أو شعرها أو شعرك، إذن هو فعل لازم. أختار واحد من هذه الأفعال، اقترب مثلا، وأكتبه في الجدول. ب، أعرب ما تحته خط في النص. هشام يسير، أبحث عن كلمة هشام في النص، ها هي هشام. قلنا أنه قبل الإعراب أحدد نوع الكلمة إذا كانت فعل أو اسم. هشام هنا هي اسم. الآن أحدد نوع الجملة التي يقع فيها هذا الاسم. لاحظوا قبل هشام يوجد فعل، إذن هي جملة فعلية. العناصر الأساسية للجملة الفعلية هي الفعل والفاعل وفي بعض الأحيان المفعول به. إذن لاحظوا هنا خرج هشام، من الذي خرج؟ هشام، من الذي قام بالفعل؟ هشام، إذن هشام هو الفاعل. وأكتب هشام فاعل مرفوع، لأن الفاعل يكون دائما مرفوعا، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الكلمة الثانية، يسير، هذه هي الكلمة. قلنا أنه يجب أن أحدد نوع الكلمة قبل إعرابها. لاحظوا هنا يسير هي فعل، زمن هذا الفعل هو المضارع. لماذا؟ لأن يوجد يا هنا، لأنه يوجد يا هنا من حروف أنيت، الحروف المضارعة. كما يمكنني أن أقول سيسير أو سوف يسير، حروف الاستقبال أو صيغة الاستقبال، نضيفها فقط أو نستعملها فقط مع الأفعال المضارعة. يسير، لاحظوا أنه مرفوع، إذن أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جيم، حول العبارة التالية إلى المفرد، فالعمال الذين يتقنون أعمالهم يخدمون وطنهم. إذن هنا هذه العبارة هي في الجمع، العمال في الجمع، طلب مني أن أحولها إلى المفرد. لكي أحولها إلى المفرد، العمال تصبح عامل، إذن أقول فالعامل، ثم أحول ما يجب تحويله، أكتب فالعامل الذي، لا أستطيع قول فالعامل الذين، إذن هنا هذه تحول أيضا، هذه تابعة للجمع، أقول فالعامل الذي يتقنون، لا أستطيع كتابة فالعامل الذي يتقنون، الفعل أيضا يغير ويصبح يتقن، عامل واحد، إذن
يتقن هو يتقن. أعماله أيضا تحول تصبح عمله للمفرد. يخدمون تغير أيضا تصبح يخدموا لأنها في المفرد. وطنهم أيضا تحول إلى المفرد وتصبح وطنه. حتى لا تختلط علي الأمور أحول كلمة كلمة، إذا كان يجب تحويلها أحولها وإلا فأتركها كما هي. دال، علل سبب كتابة التاء بهذا الشكل في آخر الكلمة. حزينات يعني مفتوحة، نعلل كتابة التاء مفتوحة في كلمة حزينات. لاحظوا أن حزينات هي اسم، والقاعدة تقول أن التاء في الأسماء تكتب مفتوحة في حالتين، الحالة الأولى في الجمع المؤنث السالم، والحالة الثانية في الاسم ثلاثي ساكن الوسط وجمعه. إذن هذه الكلمة ليست ثلاثية ساكنة الوسط، وإنما هي جمع مؤنث سالم، لاحظوا وجود الألف والتاء. إذن كتبت مفتوحة لأنها جمع مؤنث سالم. علل كتابة الهمزة على الألف في الكلمة التالية، يسأل. في أسئلة تعليل كتابة الهمزة أكتب دائما حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. لاحظوا أن هنا الهمزة مفتوحة فيها فتحة وقبلها ساكن، يعني لديه سكون، ولهذا كتبت على الألف. ونقول كتبت على الألف لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن. ثالثا، الوضعية الإدماجية. كنت في طريقك عائدا إلى البيت فوجدت شيخا يحمل قفة ثقيلة فقمت بمساعدته. صف ذلك الشيخ ماديا ومعنويا واذكر ماذا فعلت لمساعدته موظفا الصفة والفعل الماضي. الآن سنقوم بحل هذه الوضعية. نعلم أن حل الوضعية الإدماجية يكون على شكل ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي المقدمة، الفقرة الثانية هي العرض، والفقرة الثالثة هي الخاتمة. الآن ماذا نكتب في المقدمة؟ نستخرج المقدمة من السياق، سياق الوضعية. كنت في طريقك عائدا إلى البيت فوجدت شيخا يحمل قفة ثقيلة فقمت بمساعدته. هذا هو سياق الوضعية، منه أستخرج المقدمة مع إعادة صياغته أو أزيد فيه أو أنقص منه، وتكون المقدمة على هذا الشكل. في يوم من أيام الصيف الحارة وأنا عائد إلى البيت صادفت شيخا يحمل قفة ثقيلة. الآن ننتقل إلى العرض. الآن العرض من أين أستخرجه؟ أستخرجه من المطلوب أو من التعليمة. ماذا طلب مني؟ طلب مني أن أصف شيخا ماديا ومعنويا وأذكر كل ما فعلته حتى أساعده وأوظف صفة وفعلا ماضيا. يمكن للعرض أن يكون بهذا الشكل: اقتربت منه لأساعده، لفت انتباهي شعره الأبيض على جانبي رأسه، كان وجهه أبيضا ويكاد حاجباه أن يغطي عيناه السوداوان، ألقيت عليه السلام فوضع القفة على الأرض ورد علي السلام بابتسامة أظهرت كل التجاعيد التي رسمتها السنون على وجهه، سارعت في حملها ولم أترك له الفرصة لمنعي، حملت القفة بكل حيوية ونشاط وكنت أسير معه ببطء وأبادله أطراف الحديث بأدب، قص علي بعض بطولاته إبان الثورة التحريرية وانبهرت بشجاعته وذكائه وقدرته على تحمل الصعاب. لاحظوا أنني وصفت الشيخ ماديا بذكر أوصافه الجسدية، ووصفته أيضا معنويا بذكر شجاعته ذكائه وقدرته على التحمل أو تحمل الصعاب. ننتقل الآن إلى الخاتمة. الخاتمة تكون عادة خلاصة أو الفكرة العامة لما جاء في العرض، كما تكون النهاية المنطقية لما جاء في الوضعية أو لما جاء في الحل. مثلا يمكن أن تكون بهذا الشكل: وهكذا حتى أوصلته إلى منزله، شكرني على صنيعي وأراد أن يكافئني فأبيت، وذكرته بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ودعا لي بالخير وكانت تلك أحسن مكافأة. أشياء يجب ألا أنساها عند كتابة للوضعية هي ترك بياض قبل كل فقرة، استعمال علامات الوقف،
العرض يجب أن يكون مترابطاً ومتسلسلاً. الأخطاء يجب أن أبتعد عنها، لا يجب أن أخرج من صلب الموضوع. إن حددت لي عدد الأسطر يجب أن ألتزم بها. في هذه الوضعية لم يحدد لي عدد الأسطر. عدم نسيان ما طلب مني توظيفه، الصفة والفعل الماضي، أسطر تحتهما. الصفة هنا ثقيلة، يحمل قفة ثقيلة. لاحظوا أن ثقيلة تبعت ما قبلها في كل شيء، إذن هي صفة. الفعل الماضي اقتربت هو فعل ماض، إذن أسطر تحته. هكذا أكون قد وظفت ما طلب مني. ثم أراجع كل الإجابات قبل تسليم الورقة. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.